السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنحل ليفل اكستندد اكسس ليست. طبعا الليفل اللي فات حلينا تمارين أو اكسرسايزز على الستاندرد. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنحل على الاكستندد. الليب النهاردة طبعا ده رقم 19. تخيلوا بقى إن إحنا حلينا لحد دلوقتي في الكورس 19 لاب. تعالوا نشوف كده نفس التوبولوجي طبعا اللي عندنا. هو بقى بي سي دي بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنا عايز أسمح فقط 1.10 إن هو يطلع لفور الشبكه اللي هي 4.0 فقط. يعني 1.10 هسمح له ان هو يطلع ل 4.0 فقط، و1.20 هسمح له ان هو يطلع ل 3.0 فقط. تمام. طيب اي حاجه تانية؟ اي حاجه تانية انا عايز ايه؟ انا عايز امنعها. يعني انا عايز 1.10 اسمح له فقط هو يطلع للشبكه اللي هي 4.0، و 1.20 اسمح له اللي هو يطلع فقط ل 3.0/24. طيب كلام جميل. هنبدا ايه؟ نحط الكونفيجريشن بتاعتنا زي ما احنا قلنا. طالما انت هتشتغل على اكستندد اكسس ليست فانت هتكونفيجر الاكسس ليست على قد ما تقدر قريب من السورس اوبجكت. فين السورس اوبجكت بتاعك اللي هو ايه؟ R1. طيب كلام جميل، هروح الى R1. اوكي، هتاكد بس ان R1 ما عليهوش اي اعدادات على الاكسس ليست. لسه هكتب شو ران انترفيس فاس ايثرنت 1 سلاش 0. اوكي تمام، شو اي بي اكسس ليست مفيش. تمام حلو، نروح بقى كونف تي. ممكن اكونفيجر الاكسس ليست الاكستندد على برضو راوتر 1 بطريقه من الاثنين، اما النمبرد او الايه النيمد زيه زي الستاندرد. انا هكريته بالنمبرد النمبرد وبعد كده هن ايه هنفيريفاي بالايه هنكرر نفس العمليه بالنيمد. اكسس ليست من اول 100 لحد 199 ده الاكستندد، خدت بالك؟ تمام. فانا هكونفيجر هكتب اكسس ليست 100، هكتب بيرميت هسمح بايه؟ بالهوست. خلي بالك الهوست اللي هو ايه؟ بالهوست. هنا بيرميت. بيرميت ايه؟ اي بي ولا اي سي ام بي ولا اي جي ام بي ولا تي سي بي ولا يو دي بي؟ بصوا يا شباب، انا قلت لك انا عايز اسمح بالكونكشن اللي هو يطلع من 1.10 ل 4.0 بس. انا قلت هل حددت بروتوكول معين؟ ما حددتش. فانا بالتالي هعمل بيرميت اي بي. الاي بي شامل جواه التي سي بي واليو دي بي والقصه دي. هوست انا عايز اسمح بالهوست اللي هو كام بقى؟ اللي هو 1.10 ان هو يروح الى الديستنيشن. حدد بقى الديستنيشن ادرس. انا هروح لنتورك ولا الديستنيشن عندي نتورك ولا جهاز؟ لا ايه نتورك. فانا هكتب دوت 4.0 وبعدين 0.0.255 وبعدين ادوس ايه انتر. ممكن اكتب لوج هنا. تمام عظيم حلو، انا كده سمحت ل1.10 ان هو يطلع ل4.0 بس. وبعدين هسمح ليه 1.20 ان هو يطلع ل3.0 بس. تمام، بين 21 اسمع يطلع بس الايه ل3.0. عظيم، وبعدين ادوس انتر. حلو، وبعد كده هعمل ايه؟ خلي بالك انا مش عايز 1.10 1.20 يطلع لاي اي بي تاني او اي شبكه اخرى. تمام، فانا هنا هعمل ايه بقى؟ تمام، انا هنا لو انت رحت كده دوست دو شو اي بي اكسس ليست. تمام، دو شو اي بي اكسس دبل سي. اها، خلي بالك لو 1.10 مثلا عايز يروح ل 5 دوت كذا او 2 دوت كذا. تمام، المفترض هيروح لديستنيشن. بص يا شباب، يعني مثلا 1.10 عايز يروح لايه؟ 2.10. تمام، هل بيطابق السطر الاول؟ لا ما بيطابقش. هل بيطابق السطر الثاني؟ ها لا ما بيطابقش. هيعمل ايه؟ هيعمل ديناي. هتقول لي طب عظيم كده يا باشمهندس، ما انا فعلا كده 1.10 فعلا، وكذلك نفس الامر على 21 مش هيطلعوا على اي اي بي غير دول، غير الشبكتين دول. اقول لك بس الحكايه هتظهر. افرض 1.15 جهاز اخر واخد 1.15 عايز يطلع مثلا ل 2 دوت 3، المفترض الاود ولا لا؟ انا ما قلتلكش ان 1.15 اعمل له منع. تمام، او ما قلتلكش ان 1.15 اسمح له ان يطلع على نتورك كذا والباقي لا. تمام، لا انا ما انا قلت لك بس حددت لك على 1.10 1.20 يطلعوا على شبكات ايه بالظبط. تمام، فبالتالي 1.15 ده مش هيطابق للسطر الاول ولا هيطابق للسطر الثاني، لكن هينزل برضه على الامبريس الدراي هيتمنع وانا مش عايزه يتمنع. تمام، فانا هنا هضطر اعمل ايه؟ هنا هضطر اعمل ايه؟ تمام، طيب كلام جميل. هنا ممكن تقول لي يا باشمهندس عشان الامبليسيت ديناي امنعها اكتب ايه؟ بيرميت اي بي ان اني. هقول لك لا، البيرميت اي بي ان اني مش هتنفع. ليه؟ لان مثلا 1.10 عايز يروح ل 2.0 مش هيطابق اول سطر ولا هيطابق ثاني سطر، هينزل على البيرميت
هيسمح له فهيعدي، وانا مش عايزه يعدي، خدتوا بالكم؟ فانا هنا عندي الاشكاليه في الجزئيه دي، فانا هنا هحلها ازاي؟ قال لك بمنتهى البساطه هنكتب اكسس ليست 100، وبعدين هعمل ديناي من 1 دوت 10 من 102 من الهوست، ديناي اي بي من الهوست اللي هو 192.168.1.10 1 دوت 10 الى اني، تمام؟ بعدين ادوس انتر، وبعدين برضو من 21 الى اني، وبعدين ادوس انتر، وبعدين هكتب اكسس ليست 100 بيرميت اني اني اي بي بيرميت اي بي اني اني، وبعدين دوس شو اي بي اكسس ليست. تعال نشوف اللي هيحصل ايه. بص يا سيدي، حط في اعتبارك افرض 1 دوت 10 عايز يروح لايه؟ ل 4 دوت 1، ها هيطابق اول سطر صح؟ هيتعمل له ايه؟ بيرميت، هيعدي عادي جدا، تمام حلو. طب 1 دوت 10 عايز يروح لمثلا ل 2 دوت 1، هيطابق اول سطر؟ لا مش هيطابق. هيطابق ثاني سطر؟ لا مش هيطابق. هيطابق ايه؟ ثالث سطر. ليه؟ لانه جاي من 1 ل 10 رايح لاني اني ديستنيشن، هيطابق ايه؟ ثاني سطر، هيعمل له ايه؟ ديناي، وده اللي انا عايزه، انا عايز اسمح 1 10 يروح 4 0 بس، تمام؟ طيب كذلك نفس الامر 21. طب افرض 1 دوت 15 عايز يروح مثلا 4 دوت 1، هيطابق اول سطر؟ لا، ولا ثاني سطر، ولا ثالث سطر، ولا رابع سطر، تمام؟ لان هو جاي من سورس 1 دوت 15، هيطابق ايه؟ خامس سطر، فهيعدي صح، وده اللي انا عايزه، تمام؟ عظيم جدا جدا. يبقى انا كده ظبطت الاكسس ليست بتاعتي، وبالتالي هروح اطبقها بقى انترفيس باست ايثرنت 1 سلاش 0 اي بي اكسس جروب اكسس جروب 100، ها ان ولا اوت؟ ان دي، لان انا عايزه فلتر الباكتس اللي جايه في اتجاه الامباوند، امباوند ايه؟ باست ايثرنت 1 سلاش 0. عظيم جدا جدا جدا. تعالوا فيريفاي. بصوا الفي هروح مثلا من الفي من الفي بي سي بي سي 1 ده، و هقول له اي بي، هدي له اي بي 1.10 سلاش 24 والجيت واي بتاعك 1.1، تمام حلو. وبعدين هروح ليه، هروح برضو بي سي 2 بي سي 5 ولا ايه؟ بي سي 5 اي بي 1.20 سلاش 24، وهيروح الى ايه؟ 1.1. حلو قوي كده. تعالى من بي سي 1 همبينج، خلي بالك انا سامح له بس على 4.0، يعني لو انا بنكت مثلا، تعالى على فين 4.0 اللي هي على راوتر 4 اللي هي دي، ده 4.0 الشبكه اهي، هروح ندي باي بي بي سي 4 وبي سي 8، تمام؟ او بي سي 4 بس مش شرط يعني بي سي 8، ده مفترض ده 4 دوت كام يا سيدي؟ اي بي بي سي 4 هيكون دوت 10 تقريبا، دوت 10 سلاش 24 192 192، ديفول جيت واي بتاعه ايه؟ 4.1. تعالى بقى بينج من بي سي 1 على بي سي 4 نشوف هيبينج ولا لا. بينج على 4.10، اوه مش بيبينج، مش بيبينج. طيب، بيقول لك 1.1 عمل منع، طب ليه؟ اهو 4.10. طب لو جينا رحنا على راوتر 1 اهو اكسس ليست 100 بير ميثود اي سي ام بي 1.10 اللي هو يروح اهو بيرميتد، تمام ماشي، ايه المشكله؟ طب لو رحت البي سي الراوتر 1 دو شو اي بي راوت، هل بيروح ل 4.0؟ ده راوتر 1 اصلا مش عارف 4.0 فين. كانت المشكله دي موجوده على فكره عند راوتر 4 في اللاب اللي قبل كده، خدتوا بالكم؟ بس تمام، هنعيدها مره ثانيه، ان هو هنشغل الراوتر اي جي بي، راوتر اي جي بي 1 نو اوتو سمري نتورك 000 راوتر 4. عظيم. تعالى بقى من بي سي 1، يلا يا سيدي بينج. بينج المفترض بقى ولا ايه؟ طب نروح كده نشوف راوتر 1 دو شو اي بي راوت. راوتر 1 اصلا مش عارف النتورك بتاعت راوتر 4. طيب نروح كده الراوتر 4 دو شو اي بي راوت، تمام. راوتر 4 عارف يوصل ل 1.0، لكن راوتر 1 مش عارف يوصل 4.0 موجوده اهي، 4.0 موجوده، تمام. يعني بي سي 1 المفترض يعرف يروح 4.10. طب نجرب كده نعمل بينج ليه 4.1 بيبنج، تمام. يبقى المشكلة عندي من ايه؟ من بي سي 4، تمام. بي سي 4 هل بيعرف يروح ل 4.1؟ اوه بي سي 4 كده تقريبا في مشكلة. طيب يلا اديله الاي بي تاني. بصوا طالما كده قال لك unreachable القصة دي، اعرف ان بي سي 4 علق، اوقات الفي بي سيز بتعلق. نفتح ستارت كمان، يلا يا سيدي اي بي 4.10 سلاش 24 على 4.1 not the same subnet 168 168. تشيك ان بور دوبليكيت ادرس،
تمام. بينج يا سيدي على 4.1 ماشي. لو رحت بقى بي سي 1 اهو هاي بينج اهو على 4.10 اهو. تمام. لا زاد 4.1 4.10 بقى اهو بيبينج على 4.10. عظيم جدا جدا جدا. طب بي سي 1 بيعرف يبينج على 4 دوت ايه؟ دوت 10، يعني بيعرف يبينج على النتورك اللي هي 4 دوت 0 من الاخر يعني، تمام؟ اه لا هنا مش هيبينج، المفترض 4 دوت 1 بيبينج. عظيم. طب هل بي سي 1 هيقدر يبينج على 3 او 2؟ لان دول الاذرز، انا قلت لك انا عايز اسمح له بس ب 4 دوت 0، يبقى المفترض ما يبينجش لا على 2 دوت 0 ولا على 3 دوت 0. المفترض اما لو عملت بينج مثلا ال2 دوت 1 او 3 دوت 1 من بي سي 1، المفترض هروح للراوتر وهعمل دو شو اي بي اكسس ليست، هلاقي ان في ماتشز عند الايه الديناي اي بي هوست من 1.10 لاني، صح ولا لا؟ تمام، كلام جميل جدا. فهروح كده يلا بينج، ها يقول لك لا مش هاي بينج، نروح نشوف كده اهو في ماتشز اهي مع سطر الديناي. عظيم جدا جدا جدا. تمام، يبقى انا كده فعلا ظبطت الاي بي سي 1 معايا. تعال نروح بنشوف بي سي 5. بي سي 5 انا سمحت له على بري دوت 0 بس، فانا لو جيت عملت بينج على 3 دوت 1 المفترض بيبينج معايا. تمام، وبالتالي هلاقي ماتشز عندي هنا، ماتشز عندي في السطر ده، صح ولا لا؟ تمام، تعال نشوف الماتشز. شو بي اكسس ده في 5 ماتشز، لان انا طلع ايه 5 باكيتس اوف اي سي ام بي ايكو. تمام، طب لو جيت بنكتب من بي سي 5 على 4 دوت 1 المفترض غير مسموح اهو، لان ده ايه 21. تعالى كده مفترض اهو بص 12 ماتش اها. عظيم جدا، طيب كلام جميل. تعالى بقى وصل لي بي بي سي تمام، ونخليها 1.15. المفترض يكون مسموح لها تطلع على اي شبكه، لان انا ما قيدتهاش زي بي سي 1 وبي سي 5. كونسول اي بي خليه 1.15 سلاش 24 والجيت واي بتاعه 1.1. يعمل بينج على 4.1 مفترض بيبينج. تمام، تبع لسطر ايه؟ تبع لسطر البيرميت اي بي ان اني، لان الباكيت اللي بتخرج من بي سي 9 لا تطابق اول سطر، مش قلت لك بينزل من فوق لتحت؟ لا تطابق ثاني سطر، لا تطابق ثالث سطر، لا تطابق رابع سطر، تطابق خامس سطر. فهتلاقي لازم هنا على البيرميت اي بي ان اني في ماتشز، في تو ماتشز اهو، صح؟ لان انا بعت من بي سي 9 تو باكيتس. حلو، طيب تعالى على 3.1 ها بيبينج. طب تعالى على 2.1 بيبينج. عظيم جدا جدا جدا، يعني المفترض اهو عشان طبعا دي سطر بيرميت اي بي ان هاني. كده احنا خلصنا اول مطلوب وتاني مطلوب، يبقى اول واحد ده خلصناه وتاني واحد ده خلصناه. انا عايزك بقى تحاول تعمل الاخر اربع مطاريب لوحدك، وبعدين نشوف انا حلتهم ازاي. تمام، طيب خلي بالك بقى، انا هنا بيقول لك بيرميت اونلي 3.10 ان هو يكونكت. انت مش سمحت انا اسف، انا عايزك اسمح ل 3.10 ان هو يكونكت على 2.10 على بورت 80 و443 بس. تمام، فده معناه ايه؟ ان 3.10 مش عايز يكونكت على اي بورت تاني على 2.10، صح؟ حلو كده. وبعدين انا عايزه يكونكت بقى عادي على اي شبكه او اي جهاز جوه ال 2.0/24 عادي، خدتوا بالكم؟ طيب هنحل القصه دي ازاي؟ انا عايز اسمح لمين؟ ل 3.10. فانا بالتالي هروح عند اقرب راوتر للسورس اوبجكت اللي هو مين؟ راوتر 3. تمام، هفتح بقى يا سيدي ايه راوتر 3 تمام كونفي تي. انا بس ايه محتاج 3.10، انا محتاج خلي بالك اختبر قصه البورت. فانا هشيل بي سي 3 تمام، او ممكن اسيب بي سي 3، هاخد راوتر تمام، وهدي راوتر 5 ده اللي هو 3.10 عشان اتست. هتعرف ليه دلوقتي، انت هتعرف ليه دلوقتي. فهفتح كده ستارت، لان الراوتر انا ممكن اكونكت ببروتوكول التلنت على بورت اي بورت انا عايزه، خدتوا بالكم؟ يلا يا سيدي شغلنا هو راوتر 5، عايزينه بس ياخد اي بي انيبل كومبيتي انترفيس باس 0 سلاش 0 اي بي اد 3.10 255.255.255 دوت 0 نشاط، وبعد كده اقول له ان الديفولت جيت واي بتاعك، جيت واي بتاعك هو 3.1. ولو قلت له تعالى بنجا مثلا على 2.1 عشان اختبر هل بيعرف يطلع بره الشبكه ولا لا.
ايه بقى سي دي؟ طب هقول له راوتر 5 لو بينج على 3.1. عشان لازم ادخل امر نو اي بي راوتنج عشان اخليه يشتغل. يعني اخليه اقفل قصه ان هو يشتغل كراوتر دي. بقى بينج على 2.1 استعمال الديفولت جيت واي بتاعه عظيم جدا جدا جدا، حلو قوي. طيب بصوا يا شباب، انا ممكن اوكي، انا من الاخر انا عايز دلوقتي ايه، اروح على راوتر 3 واعمل اكسس ليست. هعمل اكسس ليست نيمد، تعالوا نعملها نيمد اكسس ليست اكستندد، وبعدين هسميها مثلا R5، هسميها R5 مثلا، او هسميها اي حاجه اكسس ليست 1 مثلا، ACL1. تمام، حلو قوي. وبعدين انا عايز اسمح بيرميت. ابيرميت ايه؟ انا هسمح السورس عندي شبكه ولا هوست؟ لا هو هوست، فهعمل بيرميت هوست. بس قبل بيرميت هوست انا عايز اسمح بطلوع 3.10 على 2.10 على بورت 8443، وقال لي ايه؟ قال لي دول تي سي بي، صح ولا لا؟ فانا هعمل هنا بيرميت مش اي بي بقى، انا هعمل بيرميت ايه؟ تي سي بي من الهوست اللي هو كام؟ اللي هو 3.10 تمام؟ الى الديستنيشن بتاعي مين بقى؟ الديستنيشن بتاعي، الديستنيشن بتاعي اللي هو الجهاز اللي هو الهوست اهو، اللي الاي بي بتاعه 2.10 اي كيو 80، ومره هكررها 443. حلو كده، عظيم، حلو، كويس جدا. هنا بقى هنسال شويه اسئله. انا دلوقتي لو جيت عملت دوشو اي بي اكسس ليست، هتلاقي ادي السطرين اللي انا دخلتهم اهو، سمحت بالكونكشن من 3.10 ل 2.10 على بورت 80 اللي هو اتش تي بي، وكذلك 443 اللي هو اتش تي بي اس. عظيم جدا. طب ماذا لو 3.10 عايز يطلع على بورت اخر على 2.10؟ المفترض اعمل له ايه؟ ديناي، صح ولا لا؟ تمام، فانا بالتالي هكتب هنا ايه؟ ديناي. ها ديناي ايه؟ اي بي، صح، ديناي اي بي. يعني اقفل اي نوع من انواع الكونكشن بقى اللي جايه من الهوست 3.10 الى مين؟ الى الهوست اللي هو كام؟ 2.10. وبعدين ردو شو اي بي اكسس ليست. هتقول لي يا باشمهندس طب حلو، بناء على ذلك، بناء على ذلك تمام، 3.10 لو عايز يروح لبورت 80 هينطبق اول سطر. طب لو عايز يروح على بورت ما، عايز بينج مثلا تمام، اي سي ام بي، فمش هيطابق اول سطر صح، لان هو الاي سي ام بي مش تي سي بي، ولا هيطابق تاني سطر لان هو مش تي سي بي، هيطابق تالت سطر. ليه؟ لان الاي سي ام بي يندرج تحت الاي بي، وجاي فعلا من 3.10 ورايح فعلا ل 2.10، والامر هنا بيقول لك ايه؟ الاكشن هنا ايه؟ ديناي. فالجهاز ده مش هيعرف يبينج مثلا على 2.10، لكن هيعرف يخش عليه 80 و 443، صح ولا لا؟ عظيم جدا جدا. طب انا لو عندي جهاز بقى 3.15 او 3.20، اي جهاز اخر انا عايز اعمل له ايه؟ يطلع عادي جدا تمام. انا عايز اعمل اكسس ليست دي فقط تختص بال 3.10، فانا بالتالي هي محتاج اعمل ايه؟ الاجهزه لو طلع 3.15 مثلا ل 2.10 او 3 او 4 اي حاجه تمام، فانا المفترض مش هيطبق اول سطر ولا ثاني سطر ولا ثالث سطر، صح ولا لا؟ لان السورس اوبجكت او السورس اي بي هنا مختلف عن ان الباكت طالع منه. انا هفترض ان هي طالعه من 3.15، اي اي بي تاني في الشبكه دي غير 3.10، فهيعمل له ايه؟ هينزل على الامبريس ديناي تمام. فانا عشان الغي الامبريس ديناي برميت اي بي ان، يعني دو شو اي بي اكسس ليست، ها بس كده ظبطت الايه الاكسس ليست بتاعتي. وبالتالي انا هروح على فاست ايثرنت 1 سلاش 0، وبعدين هعمل اي بي اكسس جروب، اسم الاكسس جروب ايه؟ اكسس اي سي ال 1. ها ان ولا اوت؟ ان ولا اوت؟ ها ان، صح ولا لا؟ ان، حلو قوي كده. تعالى بقى من ار 5 تمام، اعمل تلنت على 2.10، عذرا، على 2.10، وبعدين اكتب البورت، خش على 2.10 على بورت 80 اهو تمام. المفترض انا عارف ان هو مش هيخش، هو مش هيخش على 2.10 تمام، لان ليه؟ هو 2.10 مين؟ اللي هو البي سي 2 صح، هو البي سي 2 اصلا مش واخد اي بي تمام، ده حاجه. وبعدين انا لو حتى لو اديته اي بي، مش الفي بي سي مش مفتوح عليه بورت التلنت، انتوا فاهمين الفكره؟ طب انا ليه هعمل كده؟ انا من الاخر بس عايز اعدي الباكت واشوف راوتر 3 هيحط لها، هيعمل لها بيرميت، هيعديها ولا لا؟ فانا عايز اختبر الاكسس ليست بتاعتي، خدتوا بالكو؟ تمام. طب كلام جميل، فانا هروح هنا بورت 80، اوب حلو.
تعالى الراوتر راوتر 3 ودو شو اي بي اكسس ليست، المفترض هيعمل لي ماتش على ايه؟ على اول سطر، صح ولا لا؟ ها عمل فعلا ماتش على ايه؟ اول سطر، خدتوا بالكم؟ طب تعالى يا سيدي نعمل على بورت 443، ها مفترض يعمل ماتش على ايه؟ تاني سطر، فعلا عمل ماتش على تاني سطر، حلو. طب تعالى يا سيدي نحاول نبينج من R5 الى 2.10، وبعدين نحاول نبينج من R5 على اي اي بي تاني اللي هو مثلا 4.1 مثلا، المفترض مش هيطلع، خدتوا بالكم؟ انا اسف، المفترض R5 هيطلع، لان انا ايه، انا حددت لك هو بالنسبه ل 2.10 هيروح على بورتس ايه، لكن اي حاجه من R5 ل 2.10 مش هيروح، تمام كده؟ فانا هروح هنا بينج مثلا على 2.10 المفترض مش هيروح، وبالتالي هيماتش عندي اي سطر من الاكسس ليست، هيماتش المفترض الديناي اللي هو من 13 ل 2.10. تعال نبص ادي اهو، يو unreachable. تعال نروح هنا للار 3، ها عمل ماتش ولا لا؟ عمل ماتش، تمام. ليه؟ لان هو طالع اي سي ام بي لم يطابق اول سطر ولم يطابق تاني سطر، ما انا بقول لك الراوتر بيقارن الباكت تمام من فوق لتحت، تمام، ويطابق ايه تالت سطر. ليه؟ لان اي سي ام بي والاي سي ام بي تندرج تحت الاي بي، طلع من 3.10، اه طلع من 3.10، رايح على 2.10، اه رايح على 2.10، اذا تطابق السطر ده يبقى ينفذ الاكشن بتاعه ديناي، تمام حلو. طب تعالى من R5 ابينج على ايه مثلا 4.1 او بص 2.1، المفترض دي بينج عادي. ليه؟ لان هيطبق امر الايه، هيطبقها مع اللاين اللي هو بتاع بيرميت اي بي اني اني، تمام اهو 5 ماتش، ها واضحه. وبالتالي لو انت عندك اي اي بي تاني جوه 3.0/24 اي بينج عادي جدا، وفول كوميونيكيشن عادي جدا. الفكره ان انا حسب الاوبجكت انا عايز اسمح بس ب 13 12 ويقطع 48 43 بس، اي حاجه من 13 12 على اي تو بورتس غير دول ما يسمحش، ولكن من 13 اي اجهزه تانية عادي جدا يخش، ومن اي جهاز غير 13 في الشبكه بتاعته على اي اجهزه تانية عادي يخش. فهمت طبيعه الطلب ايه؟ طيب بيقول لك يا سيدي انا عايز بقى اديناي 3.20 انه يروح ل 2.10. اه ده هنا في مشكله بقى، انا عايز امنع 23 ان هو يروح ل 2.10، هل قال لك على بورتس معينه؟ لا، يبقى هعمل ايه؟ ديناي اي بي. بس في مشكله، انا كتبت الاكسس ليست، يبقى انا كده هضطر اضيف لاين واحطه جوه الاكسس ليست دي، تمام، لان انا هتبع قاعده تطبق على اقرب راوتر للسورس اوبجكت اللي هو راوتر 3، وهنعمله على فاصل ايثرنت 1 سلاش 0 امباوند، لان انا عايز امنع ايه اللي هو ايه 2.23 اللي هو بي سي 7، تمام. طيب كلام جميل، فانا هعمل ايه؟ بص يا سيدي اسالك سؤال، لو انا ضفت اكسس، لو انا رحت كده اهو اي بي اكسس ليست اكستندد اي سي ال 1، وبعدين هعمل ديناي اي بي من الهوست اللي هو ها 3.20 الى الهوست اللي هو ايه 2.10، في هنا مشكله. لو انا ضفت السطر ده، السطر ده هيتضاف تحت البرميت اي بي اناني، صح؟ طب جرب كده، 3.20 عايز يروح ل 2.10، هيطابق اول سطر؟ لا مش هيطابق. هيطابق تاني سطر؟ لا مش هيطابق. تالت سطر؟ مش هيطابق. هيطابق السطر رقم 4 برميت اي بي اناني؟ اه هيطابق. طب 3.20 هيطلع ل 2.10 ولا لا؟ هيطلع. تعال جرب اهو، ادي اهو بعد كده دوشو اي بي اكسس ليست، حلو. فالمشكله الباكت اللي طالع من 23 2.10 انا عايز اعملها ديناي، لكن لانها هتعدي على برميت اي بي اني اني هتتنفذ، لان هي مطابقه ليها ومش هيضطر ينزل على السطر اللي تحته، تمام. طب تعالى هنا مثلا من راوتر 5، تعالى من راوتر 5 نكتب انترفيس فاست ايثرنت، او بلاش بلاش، تعالوا ندي البي سي 7 اي بي، اي بي 3.20 سلاش 24، ودي الجيت واي بتاعك يا سيدي 3.1، حلو كده تمام. تعالى بينج على المفترض على ايه 2.10، حلو، واعمل على راوتر 3، تعالى على راوتر 3 دو شو اي بي اكسس ليست، المفترض اما اعمل بينج الماتشز هنا على البيرميت اي بي ان يعني هتزيد. تعالى نجرب، في مشكلة ولا ايه؟ طيب نجرب نبينج على 3.1، بيبينج على 3.1. طيب 2 دوت، اه عشان 2.10 اصلا مش موجود زي اللي هو بي سي 2. طب تعالوا كده ندي البي سي 2 ايه، ندي البي سي 2 اي بي، تمام. طيب بينج اي بي يا سيدي عشان 2.10 لسه مش موجود، ما بتلوش 192.168 دوت 2.10 سلاش 24 على 2.1،
بتعلى من بي سي 7 بينج بقى هنا هيبنج اهو على 2.10 هيبنج. بنج اهو حلو. ليه؟ هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان في راوتر 3 الماتشز دي زادت، الخمسه دي زادت اكيد. هي بص قالت 21 المفروض تعمل ديناي، ده الباكت طلع من ايه 23 ل 2.10. لا قال لك اصل هو بيطبق من فوق لتحت تمام، فلما نزل على البرنت اتطبق على طول، عمل ايه ماتشنج مع السطر ده فما احتاجش ينزل للي تحت. فالحل نبدل السطر ده ونحطه فوق البرمت. طب ده الكلام ده ازاي؟ الاول هنعمل له نو حلو، وبعد كده هنجيبه مره تانية، ثم انا عايز احطه بقى ما بين ال 30 وال 40. بص بقى دي فايده النمبر اوف لاين بقى تمام، هنديله مثلا 35 اها، يبقى كده هيتحط فوق البرميت اي بي ان اني شو اي بي اكسس ليست. الله بص تعالى بنج يا سيدي تاني. اوه administratively prohibited تمام، روح R3 اهو 15 ماتش اهو اتطبق اهو تمام. يبقى احنا كده طبقنا يا سيدي ايه، نفذنا كده اول وتاني وتالت ورابع. حلو، بيقول لك يا سيدي انا عايز 4.10 و4.20 يوصلوا ل 3.0 على بورت 21 بس، فبالتالي 4.10 و4.20 على اي بورت غير ال 21 على ال 3.0 is not allowed تمام. طب واكيد اي اي بي غير 4.10 و4.20 يعني 4.1 4.2 4.3 allowed عادي ان هو يروح على 3.0. فاحنا هنعمل ايه؟ القاعده دايما انا قلتها لك في المحاضره اللي قبل اللي فاتت، قلت لك ابدا من specific to the less specific. انا هطبق على ايه؟ على R4 لان ده اقرب واحد للسورس اوبجكت تمام. هعمل اي بي اكسس ليست اكستندد وهسميها اكسس ليست 1 برضو او اكسس ليست 2 او اكسس 4. تعالى يا سيدي حلو. وبعدين انا عايز امنع، اوه ماي جاد ثواني، خلي بالك خلي بالك خلي بالك، ده بيقول لك ديناي يا باشا مش بيرميت، ده بيقول لك انا عايز امنع 14 24 هم يطلعوا على بورت 21 تمام على 3.0. فا اه تمام دي سهله. فانا هعمل ايه؟ هعمل سطر يمنع فيه 14 24 هم يطلعوا 3.0 على البورت 21، ده كده في سطرين، مره 14 ومره 24 تمام، ديستاند 2 3.10 3.0 سلاش 24 على بورت 21. وبعد كده هعمل ايه؟ امر بيرميت اني اني مش اي ايه لعب في الموضوع. فانا هنا هعمل ايه؟ اكسس بيرميت يا سيدي، لا ديناي انا اسف ديناي بورت 21 ده الاف تي بي اللي هو التي سي بي تمام كده. المفترض نسيت اكتب لك اللي هو كوتيشنز بين كوتيشنز تي سي بي. امنع كونكشن تي سي بي من الهوست اللي هو 4.10 الى الشبكه اللي هي 3.0 اللي هي 0.0.255 اي كيو 21 بدوس انتر، ومره من ايه 4.20. لو جيت كتبت ولو جيت هروح كده الانترفيس فاصل ايثرنت وانس لزيرو اطبق الاكسس ليست اي بي اكسس جروب. انا عارف هتقول لي يا باشمهندس استنى فين البريميت اي بي ان اني، هقول لك دلوقتي انا ان تمام. وبعدين اعمل دوشو اي بي اكسس ليست حلو. انا كده سمحت ب 4.10 يروح على، منعت 14 يطلع 3.0 حلو، ف 14 عايز يطلع على اي اي بي جوه الشبكه دي على اف تي بي مش هيعرف، ولو 24 عايز يطلع على اي حاجه جوه الشبكه دي على البورت ده اف تي بي مش هيعرف حلو. طب ماذا لو 14 عايز يطلع على بورت تاني على 3.0 او على اي نتورك تانيه او اني اذر ترافيك، هل هيعرف؟ لا، لانه مش هيطابق اول سطر ولا هيطابق تاني سطر، ولكن هي ايه هينزل على امبليسيت ديناي. فانا هعمل ايه؟ هضيف الايه اي بي اكسس ليست اكستندد، هضيف البيرميت اني اني اكسس 2، وبعدين ايه يا سيدي هنقول بيرميت اي بي اني اني يو شو اي بي اكسس ليست. انا اسف انا اسف، هي اسمها 2، هي مش اسمها 2 اسمها 4. طيب حلو 4 وبعدين permit IP any any to show IP access list. حلو قوي كده، كده ايه حليت الاشكاليه دي. فانا كده عملت المفترض المطلوب، المفترض ده المطلوب الخامس تمام. طب تعالوا فيريفاي فين راوتر 4. حلو، انا عندي بي سي 4، تعالوا بصوا، لان البي بي سيز ما اقدرش اتست فيها كونكشن طالعه لبورت معينه، فانا هستخدم راوتر برضه وهعمل تلنت على 21 على اي اي بي جوه 3.10 تمام. ستارت كونسول حلو كده،
كونف تي انترفيس باس ايثرنت يوش لزيرو، هدي له اي بي او 1 دوت اش 1 دوت لا 4 دوت 10 اهو، نو شات نو شات، وبعد كده نو اي بي راوتنج عشان الغي عمله كراوتر، وبعد كده اضيف له جيت واي اي بي ديفولت جيت واي 4 دوت 1. حلو قوي كده، تمام. تعالى يا سيدي تيلنت على 3 دوت 1 على بورت 21. حلو، المفترض لو رحت الار 4، فين ار 4؟ ار 4 اهو، ار 4 لو رحت الار 4 دول شو هنا، لو انا جيت عملت تيلنت من ار 6 على 4 دوت على 3 دوت 1، تعالى نحط ار 6 جنب ار 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 6 جنب ار 4 اهو اهو اهو، تيلنت ل 3 دوت 1، الديستنيشن فين هنا؟ 3 دوت 1 صح؟ هل هو يطابق اول سطر؟ المفترض يطابق اول سطر لانه موجود جوه الشبكه دي. طالع من مين؟ من 14. هل يطابق اول سطر؟ لحد دلوقتي يطابق. طالع على ديستنيشن بورت كام؟ 21 اف تي بي، تمام. المفترض يعمل ايه؟ يبقى كده هو الباكت اللي هتطلع دي تطابق اول سطر، فيعمل ماتشنج عليها ويعمل ديناي. فانا هروح كده الار ار 6 وعم ادوس انتر. حلو، تعالى كده شو اي بي اكسس. او ماي جاد، ايه ده؟ مفيش. connection refused by remote host. طيب لو جيت عملت بينج على 3.1 بتربي بينج عادي، تمام. الفكره اللي انا في، طيب هو ده فصل ايثرنت واصل لزيرو، انا عايز اتاكد اكسس دي متطبقه. ده شو انترف ران انترفيس فصل ايثرنت واصل لزيرو. بصوا يا شباب، انا مطبق اكسس ليست 2 مش اكسس ليست 4، تمام. فانا هخش على انترفيس باس ايثرنت واصل لزيرو. يبقى حاجات في الترابل شوت مهمه جدا. اكسس جروب 4 مش 2 شو ران. خلي بالكم الانترفيس ما بيقبلش اكتر من اكسس ليست، بيقبل اكسس ليست واحده بس. فين وانس لزيرو؟ ما تزولنيش بقى يا سيدي اهو. حلو، تعالى بقى يا سيدي هنروح على ار 4، دو شو اي بي اكسس ليست. اها تمام، المفترض هدوس انتر دلوقتي على تيلنت. هوب، ديستنيشن ريتشبل جيت واي هوز داون. تعال نروح لار 4، هيطابق فعلا اول ايه اول لاين. طيب تعالى نخلي ار 6 ياخد اي بي 4.20، يبقى فصل ثاني زيوس لزيرو اي بي اد 4.20، تمام. نشطه بعد كده اكزيت، اكزيت تيلنت برضو على 3.1 وعلى بورت برضو 21. المفترض هيطابق تاني ايه؟ هيطابق تاني سطر صح ولا لا؟ فعلا طابق تاني سطر. حلو قوي كده، تمام. طب افرض بقى انا ار 6، تمام، انا عايز اروح على 3.1 ابينج عليه، مفترض يبينج عادي جدا. ليه؟ انا قلت لك اقفل من 4.10 و24 ان هم يروحوا على بورت 21 على الشبكه دي فقط، لكن لو هيعملوا بينج اي بورت غير 21 عادي مسموح له، وده اللي هيتطبق في البرميت اي بي ان اني. طب افرض انا عايز اروح مثلا من ارس من ار 6 على 4.1، عايزين نروح على اي شبكه ثانيه 4.1، كل ده هيتطبق في الايه؟ في البرميت اي بي ان اني، تمام. دو شو اي بي اكسس اهو، يلا يا سيدي اهو طبق اهو، عظيم. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ خامس مطلوب. اخر مطلوب بيقول لك ان انا عايز امنع 14 24 ان هم يروحوا ل 2.10 على بورت 80، تمام. فبالتالي انا عايز امنع 4.10 و4.20 ان هم يروحوا على 2.10 على بورت 80، ولكن 4.10 و4.20 لما يروحوا على 2.10 على اي بورت غير ال 80 برميت عادي جدا، تمام. يعني ده المنع بس اللي موجود عندي، ولكن عايزين يطلعوا 2.10 اي جهاز تاني جوه الشبكه عادي جدا يطلعوا، اي جهاز غير 14 او 24 4.1 2 3 4 مسموح برضه. فانا هعمل سطر سطرين، مره ديناي من 4.10 ل 2.10 على بورت 80، ومره ديناي من 24 ل 2.10 على بورت 80، وبعد كده ها وبعدين هعمل بيرميت اي بي ان ان بس كده، خدتوا بالكم؟ طيب هطبق ده برضو على ايه؟ راوتر 4. بس خلي بالك انا هضيف اللاينز دي عند ايه؟ اكسس ليست 4 صح ولا لا؟ هضيف على اكسس ليست 4، تمام؟ لان ده اقرب راوتر بالنسبه للايه؟ للاوبجكتس السورس اوبجكتس، تمام. انا منعت 14 ومنعت 24 هم يطلعوا على الشبكه دي، وبرضو هعمل نفس القصه. بس خلي بالكم بقى، خلي بالكم السطرين اللي هضيفهم انا لازم اطلعهم فوق البرميت اي بي ان اني، تمام؟ فخلي بالك من السيكونس نمبر بتاعهم.
حلو، فانا هروح على اي بي اكسس ليست اكستندد اي سي ال 4، وبعدين هضيف اعمل مثلا 21 ديناي من الهوست، ديناي تي سي بي لان 80 ده اتش تي بي، تي سي بي من الهوست اللي هو ايه 4.10، ان هو يروح للهوست اللي هو 2.10 على بورت ايه 80، وبعدين من 4.20 دوبليكيت سيكونس نمبر، تمام لازم اغير السيكونس نمبر 22 كده. دو شو اي بي اكسس ليست، حلو ادي كده ضفت الديناي بتوع الاثنين تحت دول كده، اي حاجه تانية مسموح لها عادي جدا. فخلي بالك لو قال لك ان انا عايز اعمل ديناي تمام من هوست النتورك تمام او من هوست الهوست، اعمل الديناي فوق وبعد كده ادي بيرميت اي بي اني اني، خدت بالك؟ اعمل الديناي فوق واعمل البيرميت اي بي اني اني من تحت تمام. لكن لو قال لك بقى ان انا محتاج اعمل ايه بيرميت زي من فوق هنا او في الاوبجكت الثالثه، اوبجكتيف الثالثه انا عايز اعمل بيرميت من 3.10 ل 2.10 اونلي على بورت 80443، فانت هتسمح ل 3.10 الى 2.10 مره على بورت 80 ومره على بورت 443، وبعد كده تعمل ديناي من 3.10 ل 2.10 اون اني بروتوكول يعني بالديناي اي بي تمام، وبعد كده هتعمل ايه بيرميت اي بي اني اني. خدت بالك دي الفكره ما بين لو طالب منك بيرميت على ديستنيشن نتورك او ديستنيشن هوست اون بورتس، ساعتها هتضطر تعمل ايه، اعمل البيرميت بتاعك الاول حلو، وبعد كده من تحت اعمل بعد ما تخلص البيرميشنز بتاعتك ادي ديناي من ال 3.10 من السورس للديستنيشن على اي بروتوكول اخر تمام، وده اللي هو ديناي اي بي حلو. وبعد كده هتعمل بيرميت اي بي اني اني عشان ايه ما تظلمش الشبكه بتاعتك وما تظلمش 3.10 ان هي تطلع لاي اي بي تاني غير 2.10 عشان ما يتطبقوش على الامبليسيت ديناي. طيب كلام جميل جدا. النهارده حلينا مع بعض تشالنجينج لاب 19 وحلينا الست مطالب المطلوبين مننا وشفنا ازاي نطبق الاكسس ليست مره بالنمبرد ومره بالنيمد. انا اعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.